نعم سمعت كلمة لأحد العلماء. نعم سمعت كلمة لأحد العلماء في المملكة المعروفين والمشهود لهم بالخير. ويقول فيها أن سنة الله ماضية إلى يوم القيامة. كثر الكفر والفسوق والعصيان وانتشرت الرذيلة، إنما هي إشارة على وقوع العذاب والهلاك. وقد أهلك الله الأمم السابقة منهم بالطوفان ومنهم بالريح إلى غير ذلك. قد تجاوز الجد الناس في هذا العصر بالكفر والعصيان، وعم البلاء في جميع الأرض إلا ما شاء الله. وهذه المرة لن تكون بالماء ولا بالهواء بل بالنار. إن الله منزه عن العبث، ولم توجد الذرة ولا الهيدروجين أو ما يسمى بالتسليح النووي إلا لحكمة عالية. إن يوم من الأيام ستتطهر الأرض، ولن يبقى إلا الجماعة المؤمنة الصادقة. قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إلى آخر الآية. ما رأي سماحتكم في هذا؟ لا شك أن الأمر عظيم، وأن الواقع ينذر بخطر، لأن الشر عم وطم. فلا شك أن الواقع أن الناس اليوم أنواع الكفر والضلال والمعاصي الظاهرة والجرائم الكثيرة، لا شك أن هذا يؤثر بخطر، وأن الناس على خطر عظيم. ولكن مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من الأمة على أقل صورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فلا بد أن تكون هناك بقية باقية من العلم والإيمان على الهدى والاستقامة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وسوف يأتي الناس إيمان يهلك الله فيه جميع الكفرة ولا يبقى إلى الإسلام. وهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقع على يد عيسى عليه الصلاة والسلام. إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما عندنا بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه يكفر الخنزير ويكفر الصليب ويضع الجزية ولا يقبلها ولا يقبل إلا الإسلام فقط، ويهلك الله في زمان الأديان كلها حتى لا يبقى إلا الإسلام، وحتى تكون السجدة لله وحده. هذا معناه أنه ينزل بالكافرين عذابا وشرا حتى لا يبقى منهم أحد إلا المسلمون على يد عيسى عليه الصلاة والسلام. أما قبل ذلك فالامتحان موجود، الامتحان موجود والابتلاء موجود. كبر الله بعض الناس ببعض، وهؤلاء يصابون بعذاب وهؤلاء يصابون بعذاب والآخرون ينجون. سنة الله في عباده، سنة الله في عباده. وقد أصاب بعض الأمم بعذاب عام كما أصاب قوم نوح، وقد أصاب قوم هود بعذاب خاص وذريع العقيم، وأصاب قوم ثمود قوم صالح ثمود بعذاب خاص والصيحة والرجفة، ولم يهلك الآخرون. كذلك أصاب قوم لوط بخسف الله بهم ديارهم دون غيرهم، وعاقبهم عقوبة خاصة بهم لما أمعنوا الفساد والشرك واللواط وفساد آخر من قطع الطريق إلى غير ذلك. عاقبهم الله عقوبة خاصة فقلب مدائنهم عليهم وخسف بهم، نسأل الله العافية. وعاقب فرعون وقومه بأن أهلكهم في البحر وأنجب بني إسرائيل، إلى غير هذا من العقوبات التي تقع في بعض الناس. وقد تقع العقوبات في بهذه الأسلحة الجديدة كما جرى لليابان في الحرب الأخيرة، وكما جرى لغيرهم من القتل العظيم الذريع الذي مات فيه ملايين من الناس. وقد تصاب اليوم بعض الناس بحروب طاحنة يهلك فيها مئات الألوف والملايين، نسأل الله العافية، بهذا السلاح الجديد، نسأل الله العافية. وقد يقع عقوبات أخرى أنهم شاهدون أيضا عقوبات طائرات تسقط فيها المئات من الناس يهلكون، وسيارات تصطدم وتنقلب ويموت فيها جمع غفير من الناس. هذه كلها نوع من العقوبات، نسأل الله السلامة والعافية. فكلنا أخذنا بذنبه من المعصين عليه حسنا، نسأل الله العافية.